السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو ده هنتكلم عن السيستم بيتس، وهنتكلم عن أنواع التشارت الخاصة بالجرافست، لغة الجرافست، وهنتكلم عن أول برنامج معانا وهو الأوتوماتيك دريل ماشين. هندخل في أول حاجة هنشوف عندنا السيستم بيتس. دي حاجة بتستخدم من اسمها كده شباب، سيستم بيتس يعني دي معناها بيت واحدة بس، بتبقى 1 أو 0، تمام؟ دي بتستخدم عشان تعمل كنترول على التشارت بتاعي. احنا قلنا ان الجرافست بيتكون من 3 حاجات: البري بروسيسنج والبوست بروسيسنج، البري بروسيسنج التشارت بروسيسنج البوست بروسيسنج. السيستم بيت دي بستخدمها عشان اعمل كنترول على ايه، على التشارت بروسيسنج بتاعي. عندي 3 انواع من السيستم بيت. اول حاجه الاس 21. انا عندي طبعا سيستم بيتس كتير جدا جوه البي ال سي، حوالي 100 وحاجه سيستم بيت اللي بستخدمهم مع الجرافست، حوالي 3 أو 4. تمام، التلاتة اللي هنستخدمهم النهاردة اللي هو الاس 21، الاس 22، الاس 23. هنا بيقول لك التي اس اكس 37 22 او 10 والتي اس اكس 57 بي ال سي. بيستخدم السيستم بيت عشان يعمل انديكيت لحالات البي ال سي، او بيستخدمها عشان يعمل اوبريت لفانكشن معينة. يعني من الاخر كده السيستم بيت دي بيت كل وظيفتها لما بيحصل حاجة في البي ال سي، في بيت معينة بتتحول لواحد او زيرو، تمام؟ طيب السيستم بيتس اللي معانا النهاردة خاصين بالجرافست فقط. اول سيستم بيت معانا اللي هي الاس 21. الاس 21 الحالة الديفولت ليها او البدائية ليها بتبقى زيرو. طبعا الجدول ده انا جايبه من الداتا شيت. هنا بقول لك ان الانيشال ستيت بتاع السيستم بيت 21 بتبقى بايه، بزيرو. طيب السيستم بت اللي هي الاس 21 لو بقت بواحد ايه اللي بيحصل؟ اقروا كده يا شباب اخر حاجه، بقول لك initializing graph set involving disable all active steps and enabling the initial steps. دي معناها ايه؟ معناها لو الاس 21 بقت بواحد بيعمل لي دي اكتيفيت لكل الستبس ما عدا الانيشال ستيب. يعني من الاخر كده بيخلي البي ال سي يروح يشاور على الانيشال ستيب او ينفذ الانيشال ستيب فقط، ويعطل باقي الستيبس او النورمال ستيبس اللي تحت، تمام. طيب بالنسبه للاس 21 برضو يا شباب، المفروض ايه اللي بيحصل او بستخدمها ازاي دلوقتي؟ انا عندي طبعا البرنامج بتاعي، الستيب رقم 1 مثلا بتتنفذ، بعد كده بيختبر شرط الترانزيشن. لو شرط الترانزيشن ما اتحققش بيروح للبوست بروسيسنج، وبعد كده بيرجع للبري بروسيسنج، وبعد كده بيدخل في الستيب تاني ينفذها، تمام. وبعد كده يروح يختبر الترانزيشن، لو اتحقق المفروض بينتقل على الستيب اللي بعدها. طيب فرضا انا في ستيب رقم 2، لو انا في ستيب رقم 2 وانا رحت جاي ضاغط على مفتاح الستوب، عايز اوقف البرنامج. طيب لو انا ضغطت على مفتاح الستوب وانا في ستيب رقم 2، تمام، البرنامج مش هيقف، لاني انا مش ضامن ان مفتاح الستوب محطوط في الستيب رقم 2، تمام. طب عشان احل المشكلة دي، لو انا عندي 3 ستيب، تمام، يبقى عشان احل المشكلة دي لازم احط في كل ستيب الامر بتاع الستوب. يعني اجي على ستيب 1 احط فيها الامر بتاع الستوب، اجي على ستيب 2 احط فيها الامر بتاع الستوب، ستيب 3 احط فيها الامر بتاع الستوب. يبقى كده انا ضامن ان اي ستيب هضغط فيها مفتاح الستوب المفروض ان البرنامج ايه، البرنامج هيقف. طب افرض ان انا عندي 100 ستيب، مستحيل طبعا ان انا في كل ستيب اكتب الامر بتاع الستوب، تمام. طب ما هو انا عندي اصلا ان البي ال سي زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فات دايما بيبقى باصص على البري بروسيسنج في اول السكان سايكل، وبيبص على البوست بروسيسنج في اخر السكان سايكل. يعني دايما البي ال سي شايف البري بروسيسنج. طيب طالما البي ال سي دايما شايف البري بروسيسنج، يبقى انا هاجي في البري بروسيسنج احط امر بسيط جدا، اقول لو انا ضغطت على مفتاح الستوب خليه للسيستم بيت بواحد. طب ما طالما انا ضغطت على مفتاح الستوب والسيستم بيت بقى بواحد، كده هيعطل لي كل البرنامج او هيعطل لي كل النورمال ستيب ويقف عند الانيشيال ستيب. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده ممكن ما يكونش واضح قوي، ولكن واحنا بنشتغل في برنامج الدريل ماشين هنوضحه باستفاضه اكتر، تمام. بعد كده الاس 22، الاس 22 لو هي الاس 22 الديفولت بتاعها 0،
اما لو الاس 22 بقت بواحد بتعمل دي اكتيفيت للتشارت كله، يعني بتوقف الانيشال ستيب وبتوقف النورمال ستيب. الاس 23 الديفولت بتاعها بزيرو، لو الاس 23 بقت بواحد بتعمل حاجه اسمها فريز للتشارت. يعني مثلا لو انا عندي تشارت بيتكون من 3 ستيب وانا في الستيب رقم 2، تمام؟ طيب انا دلوقتي في الستيب رقم 2 وشرط الترانزيشن اتحقق، يعني المفروض ان انا هنتقل لستيب رقم 3. طيب شرط الترانزيشن اتحقق وفي نفس الوقت الاس 23 بقت بواحد، هل هينتقل البرنامج من اس بالاس 2 لاس 3؟ يعني البرنامج هينتقل من ستيب 2 لستيب 3؟ لا، البرنامج مش هينتقل لان انا عملت له فريز، يعني خليت كل حاجة في البرنامج تقف على وضعها، ما تتحركش من مكانها. حتى لو شرط الترانزيشن اتحقق الستيب مش هتتنقل على الستيب اللي بعدها. ده وظيفة الاس 23. طيب عندنا انواع التشارت، احنا خدنا طبعا البري بروسيسنج والتشارت بروسيسنج والبوست بروسيسنج. دلوقتي احنا عاوزين نعرف انواع التشارت بروسيسنج. اول حاجه اللينير تشارت بتبقى مرصوصه ورا بعضها كده، الانيشال ستيب بعد كده ترانزيشن نورمال ستيب ترانزيشن نورمال ستيب ترانزيشن وهكذا. طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها الاند دايفرجنس. دايفرجنس يعني انحراف، يعني حاجه بيطلع منها حاجتين، حاجه هيطلع منها حاجه، تمام؟ طيب الاند دايفرجنس دي معناها ان انا مثلا عندي شرط ترانزيشن اهو وهشغل بيه حاجتين اتنين، يعني الشرط ده هيشغل حاجتين اتنين مع بعض في نفس الوقت، يبقى دي اسمها اند دايفرجنس، تمام؟ في حاجه اسمها اند كونفرجنس. اند كونفرجنس دي معناها ايه؟ معناها ان دلوقتي انا عندي حاجتين اتنين هخرج منهم بشرط واحد، يعني عندي ادي برانش وعندي ادي برانش، الاتنين برانش دول هخرج منهم الاثنين، يعني الستيب دي والستيب دي هعطلهم واروح للستيب رقم 6 بشرط ترانزيشن واحد بس، دي اسمها الاند كونفرجنس، تمام؟ بعد كده نفس الموضوع الاور دايفرجنس. الاور دايفرجنس دي معناها ايه؟ معناها ان انا في ستيب رقم واحد وهنتقل لاتنين ستيب مع بعض في نفس الوقت، قصدي انا اسف، انا في ستيب رقم واحد وهنتقل يا اما لستيب 2 يا اما لستيب رقم 20. لو شرط الترانزيشن ده اتحقق هنتقل من 1 ل 2، لو الشرط ده اتحقق هنتقل من 1 ل 20. طب لو الاتنين اتحققوا مع بعض هنتقل ل 2 الاول انفذها وبعد كده هنتقل ل 20، ان البريوريتي للبرانش اللي على الشمال، تمام؟ وطبعا انا هاكد لكم الحتة دي واحنا بنشرح في الاخر، تمام؟ يبقى دلوقتي يا شباب الاور دايفرجنس عندي ادي برانش ماشي عادي جدا، وبعدين تفرع منه اتنين برانش، هنتقل من 1 ل 20 او من 1 ل 2، لو الترانزيشن ده اتحقق انتقل ل 2، لو الترانزيشن ده اتحقق انتقل ل 20. بعد كده عندنا الاور كونفرجنس، دي معناها لو انا عندي برانش اهوت وعندي هنا شرط ترانزيشن وعندي برانش وهنا شرط ترانزيشن، لو شرط الترانزيشن ده اتحقق هنتقل من 50 ل 6، لو شرط الترانزيشن ده اتحقق هنتقل من 5 ل 6، تمام؟ بعد كده عندي حاجة اسمها الديستنيشن والسورس. ديستنيشن والسورس دول بستخدمهم ازاي؟ لو انا ببرمج جوه الصفحة الخاصة بالبي ال سي، لو ببرمج جوه الصفحة اللي هي بتاع برنامج البي ال 7 4.4 وكتبت ستيبس في طول الصفحة والصفحة خلصت. طيب لو الصفحة خلصت بيقول لك يا اما تعمل خط شمال كده وتكمل في باقي الصفحه، يا اما تعمل السهم ده وتقول انا هروح للستيب رقم 0 وتيجي فوق تروح جاي قايل انا جاي من الستيب رقم 0. طبعا الموضوع ده مش هيبان خالص ولا هتفهموه خالص دلوقتي غير واحنا بنبرمج وهنعمل قدامكم ديستنيشن وسورس، تمام؟ انا ممكن اوريها لكم في البرنامج انا عاملها، ثواني كده. هنفتح بس البرنامج ونشوفها مع بعض الديستنيشن والسورس عشان نفهمها، لأن كده مستحيل نفهمها. هعمل هنا open، هفتح البرنامج بتاعي. البرنامج طبعا أنا عامله هنا أدي automatic drill، بعد كده هفتح الماستر تاسك سيكشنز هنا، بعد كده هفتح التشارت. بصوا يا شباب هنا وأنا بكتب في الصفحة بتاعتي، انا بكتب هنا في الصفحة اهو، قعدت ارص الستيبس ورا بعضها 1 2 3 4
خمسة خمسة. أول ما جيت عند خمسة هنا خلاص الصفحة خلصت. طيب يا إما أشد خط كده وأكمل أعمل ستيبس وأنا طالع لفوق، يا إما أعمل إيه؟ أعمل حاجة هنا اسمها إيه؟ اسمها ديستنيشن. السهم ده معناه ديستنيشن. تعال نبص كده في السلايدز، ادي السهم يا شباب ده معناه ديستنيشن. طيب انا بقول له دلوقتي انت الديستنيشن بتاعك هيبقى 6، تمام؟ واروح عند واروح فوق كده يا شباب، اروح فوق هنا اقول له ثواني، واروح هنا يا شباب انا بقول له الديستنيشن بتاعك هيبقى ايه؟ هيبقى 6. طيب يعني ده كده المفروض يوصل هنا، يوصل هنا عند 6، وهنا بقول له ان السورس بتاعك كان جاي من 5. يعني ايه؟ يعني من الاخر كده بالبلدي خالص، السهم ده معناه ان انا رايح من 5، طالع من 5 رايح عند 6، تمام؟ والسهم ده معناه ان انا جاي من 5 داخل ل 6. يبقى ده معناه ان انا طالع من 5 رايح ل 6، وده معناه ان انا جاي من 5 داخل على ال 6. يبقى ده اسمه ديستنيشن وده اسمه سورس. يعني السهم ده يعتبر واصل بالسهم ده. يعني انا ممكن اعمل خط كده وخط كده وخط كده واوصلهم مباشر على طول، بس بدل ما اعمل الخط ده بعمل حاجه اسمها ديستنيشن واعمل حاجه اسمها ايه؟ اسمها سورس، تمام؟ طب ده يا شباب خلينا في ده. دلوقتي انا طالع من 6 رايح لزيرو، وبعد كده هاجي فوق انا جاي من 6 رايح لمين؟ رايح للزيرو. بس هو ده معنى الديستنيشن ومعنى السورس، يعني الصفر اللي تحت ده واصل بيه الخط اللي فوق ده. يعني ده كده يا شباب الصفر ده كده المفروض ان هو واصل فوق هنا، واصل فوق على الصفر اللي فوق هنا ده. دي معنى الديستنيشن ومعنى السورس، تمام؟ نرجع تاني للمحاضرة. بعد كده يا شباب عندنا بقى الاكزامبل بتاع الاوتوماتيك دريل ماشين. نركز مع بعض كده. اول حاجه يا شباب انا عندي هنا اوتوماتيك دريل كنترول، عندي هنا ده مثقاب عادي جدا، شنيور عادي جدا، في 2 موتور. الموتور الاولاني ده المفروض ان هو بيشغل البنطه، فانا هفترض ان الموتور ده سرعته ثابته، يعني متوصل مباشر على الباور وبياخد سرعه ثابته. اما الموتور ده المفروض ان انا بتحكم في سرعته لأنه هو اللي بينزل الموتور ده لتحت ويطلعه لفوق. يعني ده يا شباب كده، ده كده اكس، المفروض ان الاكس ده بينزل لتحت على السلايد ده ويطلع لفوق. الاكس ده كله كده اللي هو التي والبي دي بيتحركوا كلهم كده لتحت ويطلعوا لفوق. طيب باختصار كده عاوزين نبسط الدنيا نشوف الاوتوماتيك دريل ده شغال ازاي. لو انتم ملاحظين هنا هتلاقوا هنا في حاجة اسمها ليميت، في حاجة هنا اسمها ليميت سويتش، والليمت سويتش ده ليه دراع هنا كده. الدراع ده المفروض ان الحته اللي بارزه من السلايدر دي اول ما بتخبط في الدراع بتاع الليمت سويتش المفروض ان السويتش ده بيقفل. يعني السويتش ده بيكون مفتوح الحاله بتاعته العاديه نورمالي اوبن زي الاتنين دول، اول ما الحته دي تخبط فيه كده وتطلعه لفوق يبقى ده بيبقى يتحول لنورمالي كلوز. طيب دلوقتي هم حاطين هنا ادي نورمالي اوبن سويتش اللي هو الليمت سويتش الاولاني، وادي الليمت سويتش الثاني، وادي الليمت سويتش رقم 3، وادي المجهوله اللي المفروض ان انا هخرمها ان انا هعمل لها ثقب باستخدام الدريلر ده، وادي سنسور هنا بيحس لما البنطه تخرم المجهوله وتيجي عند النقطه دي كده يا شباب. يعني خلاص البنطه نزلت خرمت المجهوله كلها وجت هنا، فالمفروض ان السنسور ده يحس عشان يقول لك ان انت خلاص كده خلصت الثقب بتاعك، تمام؟ طيب اول حاجه يا شباب المفروض انا عندي مفتاح ستارت ومفتاح ستوب، تمام؟ اول ما اضغط على مفتاح ستارت ايه اللي المفروض يحصل؟ المفروض يا شباب اول حاجه تحصل بدايه كده قبل ما اضغط على مفتاح ستارت، ايه الحاله الابتدائيه اللي انتوا شايفينها للدريلر ده؟ الحاله الابتدائيه ان الليمت سويتش الاولاني مضغوط عليه، يعني هو بقى نورمالي كلوز، اتحول من نورمالي اوبن لنورمالي كلوز، والاس 2 والاس 3 هم نورمالي اوبن، تمام؟ طيب اول ما اضغط على مفتاح ستارت دي الخطوات اللي انا بقولها لك دي المفروض ان انت تحولها لبرمجه، تمام؟ يعني ده نص السؤال وانت المفروض تحوله لبرمجه، تمام؟ اول حاجه او انا بقول لك ان انا عاوز اول ما بضغط ستارت ويكون الليمت سويتش ده حاسس،
يعني الليمت سويتش ده مقفول، المفروض ان انا عندي ريلي بيتحكم في الموتور اللي فوق ده، او كونتاكتور بيتحكم في الموتور اللي فوق ده يشغله باقصى سرعة. طيب قبل ما ندخل في الخطوات، قبل ما ندخل في خطوات شرح المثال، المفروض يا شباب ان الموتور اللي فوق ده بيتحرك بكذا سرعة، اكتر من سرعة، تمام؟ فيا اما الموتور ده متوصل على انفرتر، لو هو اي سي مثلا متوصل على انفرتر وابتدي ان انا اغير السرعة عن طريق البي ال سي، يا اما عندي اكتر من باور سبلاي، عندي باور سبلاي 24 مثلا، باور سبلاي 12، باور سبلاي 6. وانتوا عارفين طبعا ان الموتور الدي سي كل ما الجهد يقل عليه المفروض ان سرعته بتقل. طيب دلوقتي يا شباب اول خطوة انا عاوزها، اول ما اضغط ستارت المفروض ان الشنيور ده ينزل بسرعة. طب ينزل بسرعة ليه؟ لانه لسه البنطة ما دخلتش في المشغولة، فالمسافة دي كلها مش محتاج ان انا انزل ببطء، لازم انزل بسرعة عشان اقلل وقت التشغيل. تمام، يبقى انا هنزل بسرعة، خليني انزل بسرعة، انزل لحد ما اجي عند بداية سطح المشغولة دي، هلاقي ان النوتش دي صدت في الاس 2، ما هو دي كلها كده بتتحرك تنزل لتحت، هلاقي ده اهي صدت هنا في الاس 2. اول ما تصد في الاس 2 هيبقى الاس 2 ايه؟ الاس 2 هيشتغل، هيبقى نورمالي كلوز. طيب اول ما الاس 2 تبقى نورمالي كلوز معناها ان البنطة ده اهي السن بتاعها بقى على اول المشغولة. طيب انا نازل بسرعة، فهل طبيعي ان انا اخرم المشغولة برضو وانا نازل بسرعة؟ لا، لازم اقلل سرعة النزول عشان البنطة بتاعتي دي ما تتكسرش، لو انا نزلت بيها مرة واحدة كده في المشغولة هتتكسر، فلازم ان انا اقلل سرعة ايه؟ لازم اقلل سرعة النزول. تمام، قللت سرعة النزول. طيب قلنا هنقلل سرعة النزول ازاي؟ عن طريق ان انا اغير الجهد على الموتور ده، يعني لو هو واصل له 24 في السرعة العالية هوصل له 12 في السرعة، 12 فولت في السرعة المنخفضة، وهنشوف دلوقتي ازاي ايه هنبدل ما بين ال 24 وال 12. تمام، طيب يا شباب دلوقتي الشنيور نزل على اول المشغولة وابتدى ان هو ينزل ببطء. طيب هينزل ببطء، يخليه ينزل ببطء لحد ما يخرم نص المشغولة. طيب المشغولة دي لو هي سميكة زيادة عن اللزوم، طيب لو هو وصل لنص المشغولة هتلاقي ان البنطة من الجناب بقى كلها رايش، بقى كلها حتت كده عاملة اللي هي النشارة. تمام، فالمفروض ان الرايش ده انا عاوز اخرجه بره الخرم وبعدين انزل اكمل تاني التقب بتاعي. تمام، فهعمل ايه؟ هروح جاي اول ما اجي عند نص المشغولة هنا كده، المفروض ان الليمت سويتش رقم 3 ده هيحس، اول ما الليمت سويتش رقم 3 يحس يبقى انا وصلت لنص المشغولة. فهعمل ايه؟ هخلي الشنيور يطلع تاني بسرعة عالية، تمام، لحد ما يوصل عند سطح المشغولة ويطلع الرايش اللي فيه. طب انا هعرف منين ان هو وصل لسطح المشغولة؟ هعرف ان هو وصل لسطح المشغولة عن طريق الليمت سويتش رقم 2. تمام، طيب بعد كده خلاص انا وصلت لسطح المشغولة وطلعت الرايش، بعد كده هنزل تاني بسرعة عالية لحد ما اوصل لنص المشغولة. طيب انا هعرف ازاي ان انا وصلت لنص المشغولة؟ هعرف عن طريق الليمت سويتش رقم 3، لان هو اللي بيحس بنص المشغولة. طيب انا وصلت لحد نص المشغولة هنا، المفروض ان انا كنت نازل بسرعة عالية. طيب اكمل تقب بسرعة عالية ولا لازم اقلل السرعة؟ لازم اقلل السرعة عشان برضو نفس السبب البنطة ما تتكسرش. طيب انا قللت السرعة، تمام، وكملت تقب المشغولة لحد الاخر هنا. اول ما اوصل للاخر هنا المفروض ان السنسور ده، البروكسيميتي سنسور ده، يحس ان البنطة نزلت لحد الاخر هنا. طيب اول ما البروكسيميتي سنسور ده يحس ان البنطة خلاص خلصت انها تخرم المشغولة يعني، او خلصت ثقب المشغولة، المفروض ان الشنيور يا شباب يطلع تاني للحالة الابتدائية اللي كان عليها اللي انتوا شايفينها دلوقتي ديت، يخليه طالع لفوق. هشغل الموتور اللي هو بيطلع، او هشغل الكونتاكتور اللي هو هيطلع الموتور لفوق، او هيطلع السلايدر ده لفوق. طيب اطلع بسرعة عالية ولا اطلع بسرعة منخفضة؟ لا، هطلع بسرعة عالية، انا كده كده ما بعملش حاجة، فهطلع بسرعة عالية لحد ما اخبط في الليمت سويتش رقم 1، يبقى انا كده خلصت تقب المشغولة ورجعت للليمت سويتش رقم 1. طيب هنفترض افتراض تاني يا شباب، هنفترض ان دلوقتي انا نزلت عشان اتقب المشغولة
وخلاص دققت لحد نص المشغولة هنا، والليمت سويتش رقم 3 حاسس والدنيا زي الفل، ونفترض إن الكهرباء قطعت. طيب الكهرباء قطعت وجت، المفروض أول ما الكهرباء تقطع وتيجي المفروض إن البرنامج هينتظر مني إن أنا أضغط ستارت. طيب لو أنا ضغطت ستارت والبتاع الموتور كان في نص المشغولة، تمام؟ طب ما لو أنا ضغطت ستارت والموتور في نص المشغولة كده البرنامج مش هيشتغل صح. ليه؟ لأنه المفروض إن أنا البرنامج مش متصمم إن هو يكمل شغل من مطرح ما كان بادئ، تمام؟ البرنامج متصمم إن هو بيشتغل من أول الانيشيال، من أول خطوة فوق. طيب يبقى أنا لازم أعمل في البرنامج بتاعي حاجة بحيث لو الكهرباء قطعت وجت وأنا ضغطت ستارت لازم أرجع الدريلر ده للحالة الابتدائية، وبعد كده أضغط ستارت تاني وأبتدي أثقب المشغولة من الأول، تمام؟ يبقى هقول تاني، لو أنا دلوقتي بثقب المشغولة ديت ودلوقتي جيت عند منتصف المشغولة والنور قطع، تمام؟ فالمفروض لو أنا النور جه وضغطت ستارت المفروض إن الشنيور ما يكملش شغل، لأ هيرجع تاني للحالة الابتدائية اللي كان عليها وبعد كده ينزل يكمل شغله، لأن الدريلر ده أو البرنامج بتاعنا مش متصمم إن هو يكمل شغل من عند الخطوة اللي كان واقف عليها، تمام؟ طيب دلوقتي لازم نحدد العناوين بتاع الانبوت بتاعتنا. طيب انا دلوقتي عندي مفتاح ستارت احطه على اي 1.0، عندي مفتاح ستوب احطه على اي 1.1، عندي ليميت سويتش رقم 1 الخاص بيه ان هو ينزل الشنيور بسرعة عالية، ادي الليميت سويتش رقم 1 احطه على اي 1.2، عندي الليميت سويتش رقم 2 هحطه على اي 1.3، الليمت سويتش رقم 3 هحطه على اي 1.4 اللي هو ده. الليمت سويتش يا شباب اللي هو البروكسيميتي سويتش اللي هو الاخرين ده هحطه على اي 1.5، يعني بالتالي انا عندي 6 انبوت. طيب الاوتبوت بتاعي يا شباب، الاوتبوت بتاعي عشان نفهم موضوع الاوتبوت ده لازم نشوف الرسمة دي. الرسمة دي اولا فيها غلطة بسيطة كده بس ايه هنعدلها يعني بسهولة، يعني او ممكن نروح نشرحها على رسمة تانية افضل، يعني ممكن نروح نشرحها على الرسمة دي ثواني. هنشرح على الرسمة دي يا شباب. دلوقتي يا شباب المفروض ان انا عندي هنا موتور، المفروض ان الموتور ده انا بتحكم في سرعته عشان اشوفه هينزل السلايدر ده بسرعة ولا هينزله ببطء ولا هيطلعه لفوق ولا هينزله لتحت. طالما عندي الموتور ده بينزل السلايدر لتحت او بينزل الدريلر ده لتحت وبيطلعه لفوق يبقى المفروض ان انا عندي حاجة بتعكس الحركة، تمام؟ وطالما انا عندي ان الموتور ده برضو بينزل بسرعة عالية وبينزل بسرعة منخفضة يبقى المفروض ان الموتور ده عليه تحكم في السرعة. تعالوا نشوف الرسمة البسيطة جدا دي، ادي رسمة بسيطة جدا اهي، عندي هنا باور سبلاي 24 فولت وادي باور سبلاي 12 فولت وادي الجراوند بتاعه، تمام؟ عندي ادي الكونتاكتور الاولاني المسؤول عن تنزيل السلايدر بسرعه منخفضه، تمام؟ المسؤول عن تنزيل السلايدر او ان هو يشغل الموتور بسرعه منخفضه فالسلايدر ينزل بسرعه منخفضه. لو انتم ملاحظين دلوقتي هتلاقوا الكونتاكتور ده متوصل على ال 12 فولت والزيرو. طالما انا مشغل الموتور ب 12 فولت يبقى سرعته هتقل عن ما اكون مشغله ب 24 فولت، ده طبيعي، تمام؟ يبقى ده descending low speed، يعني أنا بنزل الموتور بسرعة منخفضة أو بشغل الموتور بسرعة منخفضة. طب هنا descending high speed، هنا بشغل الموتور بسرعة عالية. ليه؟ لأن أنا مديله 24 فولت، أدي الموجب وأدي السالب. لو أنتم ملاحظين هنا يا شباب هتلاقي ده descending high speed وده descending low speed، يعني في كلا الحالتين الكونتاكتور ده والكونتاكتور ده بينزلوا السلايدر لتحت، تمام؟ بس ده بينزله بسرعة عالية وده بينزله بسرعة منخفضة. طالما الاتنين في نفس الاتجاه يبقى منطقيا ان ال 24 وال 12 يكونوا متوصلين على نفس الطرف بتاع الموتور، والزيرو يكون متوصل على الطرف ده. ليه؟ لان لو انا عكست، لو انا وصلت ال 12 وال 24 معكوسين مع بعض، يعني وصلت ال 12 هنا وال 24 هنا،
يبقى كده الموتور هيتعكس الاتجاه بتاعه. انا هنا مش عاوز عكس اتجاه، هما الاتنين في نفس الاتجاه، يبقى انا هديهم نفس الباور، يبقى هديهم نفس الباور على نفس الطرف. ادي ال 24 وصل هنا، وادي ال 12 واصلة هنا برضو، يبقى الموجب هنا وسالب الموتور هنا. يبقى الموتور دلوقتي هيلف نفس الاتجاه، لو انا مشغل ده او ده الموتور هيلف في نفس الاتجاه، ولكن سرعته هتختلف على حسب الجهد اللي انا مدخله له، 24 ولا 12. طيب في هنا بقى الاسندنج هاي سبيد، يعني الموتور بدل ما بينزل لتحت لا بيطلع لفوق. طالما الموتور بيطلع لفوق وبسرعة عالية، يبقى المفروض ان انا هديله 24، بس مش هديها له بقى على الطرف ده، لا هديها له على الطرف التاني اللي هو ده. ليه؟ ليه اديت له ال 24 على الطرف التاني ده؟ عشان يبقى اتجاهه معكوس عن دول، يعني المفروض ان الاتنين دول بيدوا موجب هنا، اما ده بيدي موجب هنا، تمام؟ يبقى لو انا شغلت ده او ده الموتور مثلا هينزل السلايدر لتحت، ولو انا شغلت ده الموتور هيطلع السلايدر لفوق. طيب ايه الموتور ده؟ تعالوا بصوا هنا كده، شايفين الموتور ده اللي احنا قلنا سرعته بتبقى ثابته، ده بياخد باور ثابته على طول، اللي هو الموتور بتاع الدريلر. اول ما شغل الكونتاكتور المفروض ان الموتور بيخليه شغال، وده انا معلوش اي تحكم في السرعه ولا الاتجاه، تمام. طيب كده تمام. يبقى انا دلوقتي يا شباب المفروض ان انا عندي ريلي او كونتاكتور اسمه ديسندنج لو سبيد، وعندي ريلي اسمه ديسندنج هاي سبيد، وعندي ريلي اسمه اسندنج هاي سبيد. ديسندنج لو سبيد ديت معناها ده الريلي المسؤول عن تنزيل السلايدر ده بسرعة منخفضة، ديسندنج هاي سبيد ده الريلي المسؤول عن تنزيل السلايدر بسرعة عالية، اسندنج هاي سبيد ده الريلي المسؤول عن ان هو يطلع السلايدر بسرعة عالية. طيب الكيو 2.4 دي السبيد موتور او الكونستانت سبيد موتور، ده الموتور اللي هو بيشتغل بسرعة ثابتة، بس بوصله على الكيو 2.4. يبقى انا كده دلوقتي عندي 6 انبوت و4 اوتبوت زي ما شفنا في الرسمة اللي احنا شرحناها من شوية، اللي هي زي الرسمة دي كده. طيب يا شباب تعالوا نبدأ دلوقتي نبرمج البرنامج بتاعنا. أول حاجة خالص المفروض إن أنا في التشارت أو في الجراف سيت ببرمج إيه؟ ببرمج البري بروسيسنج بروجرام. طيب أنا دلوقتي هبرمج البري بروسيسنج. طيب عشان قلنا إن البري بروسيسنج ده دي حاجة البي ال سي شايفها على طول، فأنا بستخدمها إن أنا أحط فيها مفاتيح التشغيل والإيقاف، وأحط فيها مفاتيح الطوارئ بتاعتي. طيب انا دلوقتي موصل فيها توصيله ستارت ستوب عادي جدا، ادي مفتاح ستارت، ادي مفتاح ستوب. مفتاح الستارت ده اول ما اشغله هيخلي لي الماركر ده بواحد، وهنا ده اللاتش بتاعه. اول ما الماركر ده يبقى بواحد يا شباب المفروض ان دي هتبقى بزيرو. طيب طالما دي بزيرو يبقى الاس 21 بزيرو، تمام. طالما الاس 21 بزيرو يبقى ده الديفولت بتاعها، يبقى التشارت بتاعتي شغاله عادي وزي الفل. طيب لو انا ضغطت ستوب في اي لحظه من البرنامج، طالما انا ضغطت ستوب في اي لحظه من البرنامج، كده كده البرنامج هيشوف الضغطه بتاعتي لان السكان سايكل بتاعته صغيره جدا. فاول ما اضغط ستوب هنا يا شباب المفروض ان الام 0 ده هيبقى بزيرو، فهيتحول الام 0 دي هنا لواحد. اول ما تتحط هنا دي بواحد هتخلي الاس 21 بواحد. اول ما تخلي الاس 21 بواحد هتعمل دي اكتيفيت لكل الستبس اللي عندي ما عدا الانيشيال ستيب. يعني من الاخر كده بيرجع البرنامج للحالة الانيشيال بتاعته، تمام. ادي هنا شفنا وظيفة الواحد الاس 21 وازاي بنستخدمها، تمام. طيب ما هو طب انا ما ينفعش اعمل ستوب من غير الاس 21. طيب تعالوا نعمل ستوب كده، لو انا عملت ستوب تمام ومفيش اس 21، يعني انا هنا انا مش حاطط الاس 21 وعملت ستوب، تمام، ايه اللي هيحصل؟ عملت ستوب الماركر ده هيبقى بزيرو والماركر ده بزيرو، بس مش هيحصل اي حاجة، تمام. يعني البرنامج مش هيرجع للانيشال ستيب ولا حاجة، ولا هيحصل اي حاجة خالص. يبقى بالتالي لازم ان الاس 21 تبقى بواحد عشان البرنامج يرجع يعمل اكتيفيشن تاني للانيشال ستيب ويوقف كل العمليات اللي بتتم في البرنامج
وينفذ بس الحالات الابتدائية للبرنامج، تمام؟ فالانيشال ستيب مهمة جدا في البرنامج، ومهمة جدا ان انت تستخدمها عشان تفعل بيها موضوع الطوارئ بتاعك. طيب بعد كده هنيجي للتشارت بروسيسنج. كده احنا برمجنا البري بروسيسنج، هنيجي نبرمج التشارت بروسيسنج بتاعنا. اول حاجة يا شباب، المفروض ان انا في اي تشارت بروسيسنج بيبقى عندي ايه؟ بيبقى عندي انيشيال بروسيسنج، تمام؟ الانيشيال بروسيسنج دي يا اما تسيبها للاخر عشان وتبرمجها، يا اما لو انت عارف الحالات الابتدائية للسيستم بتاعك برمجها على طول، تمام؟ طيب انا الحالات الابتدائية للسيستم بتاعي، اولا بصوا كده على السيستم، نبص على السيستم اللي هنا ده، الحالات الابتدائية للسيستم بتاعي، اولا الموتور ده واقف متوقف، والموتور ده متوقف، تمام؟ بس يبقى انا عندي كل المواتير بتاعتي متوقفة، يعني عندي الديستندنج لو سبيد متوقف، الديستندنج هاي سبيد متوقف، الاسندنج هاي سبيد متوقف، التلاتة دول اصلا بيتحكموا في موتور واحد، يعني الموتور ده متوقف والموتور ده الاخر متوقف. يبقى اجي اعمل ايه بقى في الانيشيال؟ هاجي هنا في الانيشيال هعمل ريسيت لكل اللودز اللي عندي. طيب دلوقتي انا خلصت المرحلة بتاع الانيشيال وحطيت الحالات الابتدائية للسيستم بتاعي، هستنى ايه بقى؟ هستنى ان انا اضغط مفتاح الستارت. اول ما اضغط ستارت المفروض ان البرنامج بتاعي ينتقل من الستيب 0 لستيب 1، او ينتقل من ستيب 0 لستيب 10. طيب تعالوا بصوا هنا كده، الحالة الابتدائية للليمت سويتش اس 1 ان هو مضغوط، يعني هو بواحد، تمام؟ طيب لو انا جيت هنا، بصوا هنا كده، لو انا جيت هنا ضغطت ستارت وكان الاس 1 بواحد، لو انا جيت ضغطت ستارت وكان الليمت سويتش بتاعي بواحد، تمام؟ طيب ما احنا لسه قلنا دلوقتي ان الحالة الابتدائية للاس 1 بواحد، وطالما انا ضغطت ستارت يبقى هينتقل من الزيرو ينفذ البرنامج بتاعي عادي جدا. هينتقل بقى يشغل الديسندنج هاي سبيد الاول، وهكذا بخطوات البرنامج العاديه، تمام؟ طيب ايه الفرع التاني ده؟ لو انا ضغطت ستارت يا شباب، احنا لسه قايلين من شويه، لو انا ضغطت ستارت وكان الدريلر بتاعي مش واقف في مكانه، تعالوا بصوا هنا كده، انا دلوقتي الدريلر بتاعي ده كان واقف تحت هنا، تمام؟ زي ما قلنا من شويه دلوقتي، لو الدريلر واقف تحت والكهرباء قطعت وجت وانا ضغطت ستارت، فالمفروض لو الدريلر ده واقف تحت هيبقى الليمت سويتش الاولاني ده مش مضغوط عليه، يعني بزيرو. طيب طالما الليمت سويتش اللي فوق ده مش مضغوط عليه، يعني بزيرو، وانا ضغطت ستارت، قلنا ان لازم ارجع السلايدر ده لفوق عشان يضغط على الليمت سويتش ده، وبعد كده ابتدي اعمل خطوات البرنامج من الاول. طيب تعالوا نشوف احنا عملناها هنا ازاي. بص لو انا هنا ضغطت ستارت وكان الليمت سويتش بتاعي بواحد، فهدخل اكمل خطوات البرنامج بتاعي عادي، يعني كده الشنيور بتاعي كان واقف في المكان المظبوط بتاعه عند الليمت سويتش واحد. طيب لو انا ضغطت ستارت والليمت سويتش الاولاني كان بزيرو، ده معناها ايه؟ معناها ان الشنيور بتاعي مش واقف في مكانه الصحيح. طالما الشنيور مش واقف في مكانه الصحيح هبتدي اعمل ايه؟ ابتدي اعمل اون للاسندنج هاي سبيد، ابتدي اشغل الموتور في الاتجاه اللي بيطلع السلايدر لفوق، بحيث ان يطلعه لفوق بسرعة، يطلع الموتور لفوق بسرعة او يطلع السلايدر لفوق بسرعة، تمام؟ فيطلع يخبط في الليمت سويتش واحد. اول ما يخبط في الليمت سويتش واحد ايه اللي هيحصل؟ انا هنا حاطط الاس واحد، لما بيساوي واحد هينتقل من خطوة 10 يروح للخطوة 0 اللي هي الانيشيال بتاعي، تمام؟ طيب ما ينتقل للانيشيال بتاعي هيستنى بقى تاني ان انا اضغط ستارت. هقول الحتة دي تاني، أنا هنا أول ما أنتقل من الانيشيال بتاعي هلاقي حاجتين قدامي، يا إما أضغط ستارت والموتور واقف في مكانه، أو الدريلر واقف في مكانه الصحيح عند اس واحد فابتدي أكمل شغل، أو أضغط ستارت والموتور مش واقف في مكانه الصحيح عند اس واحد فابتدي أطلع الموتور أو أطلع السلايدر لمكانه الصحيح عند اس واحد، وبعد كده أروح للانيشيال تاني وانتظر ان انا اضغط ستارت، تمام؟
يبقى دلوقتي انا طلعت الموتور لمكانه الصحيح، ولما طلع لمكانه الصحيح ايه اللي يعرفني ان هو طلع لمكانه الصحيح؟ ان الاس 1 او الليمت سويتش الاولاني يبقى بواحد، تمام. وبعد كده هروح للخطوه الانيشيال بتاعتي. طيب لما اروح للخطوه الانيشيال، المفروض ان انا البرنامج يستنى ان انا اضغط ستارت مره تانية، تمام. طيب تعالوا نكمل باقي خطوات البرنامج. اول حاجه يا شباب، قلنا ان انا عملت ريسيت لكل الاوبتس اللي عندي الحاله الابتدائيه، وهنفترض دلوقتي ان الموتور بتاعي واقف في مكانه الصحيح عند اس 1. طيب انا ضغطت ستارت، الموتور واقف في مكانه الصحيح عند اس 1، ابتدي اعمل ايه يا شباب؟ اول حاجه اون موتور كونستانت سبيد موتور. ليه بقى؟ اول حاجه ضغطت ستارت والموتور واقف في مكانه الصحيح، ابتدي اول حاجه اشغل الموتور بتاع البونطه، اشغل الموتور بتاع البونطه اللي هو بيلف بسرعه ثابته. طيب قلنا تاني حاجه اعملها، اعمل ايه؟ هشغل الاون ديسندنج هاي سبيد، يعني هنزل الشنيور بسرعه عاليه. طيب لما انزل الشنيور بسرعه عاليه، قلنا ان انا بخليني انزله بسرعه عاليه لحد ما يجي عند سطح المشغوله. طيب اول ما الشنيور يجي عند سطح المشغوله، ايه اللي هيحس ان هو وصل عند سطح المشغوله؟ اللي هو اس 2، تمام. طيب اول لما اس 2 تبقى بواحد، ايه اللي هيحصل؟ المفروض ان انا اوقف الديستندنج هاي سبيد. دلوقتي الموتور نازل بسرعه عاليه، او الشنيور نازل بسرعه عاليه، اول ما يجي عند سطح المشغوله المفروض ان انا افصل السرعه العاليه واشغل السرعه المنخفضه. اهو يا شباب فصلت السرعه العاليه وشغلت السرعه المنخفضه، تمام. طيب انا دلوقتي شغلت السرعه المنخفضه والشنيور بيخرم في المشغوله. طيب هيخليه يخرم في المشغوله لحد امتى؟ لحد المنتصف بتاع المشغوله. طب ايه اللي هيعرفني المنتصف بتاع المشغوله؟ اللي هيعرفني المنتصف بتاع المشغوله هو الليمت سويتش رقم 3. اول ما الليمت سويتش رقم 3 يشتغل، هنتقل من الخطوه 2 للخطوه 3. طيب دلوقتي انا وصلت النص المشغوله، المفروض اعمل ايه يا شباب؟ المفروض انا كنت نازل بسرعه منخفضه، لا هوقف السرعه المنخفضه وبعد كده اطلع الشنيور اللي فوق. عشان ايه؟ عشان اطلع الرايش اللي فيه. طيب دلوقتي انا طلعت الشنيور لفوق عشان اطلع الرايش اللي فيه. طيب انا طلعت البنطة لحد ما لمست سطح المشغولة تاني. طب ايه اللي بيحس بسطح المشغولة؟ ان هو الليمت سويتش رقم 2. يبقى انا هقول لو الليمت سويتش رقم 2 بواحد، يبقى تعمل ايه؟ تعطل الخطم رقم 3 وتنزل على الخطوة رقم 4. خلاص انا طلعت الرايش ودلوقتي البنطة واقفة على سطح المشغولة. طيب اعمل ايه تاني؟ المفروض ان انا هنزل اكمل شغل. طيب الحتة اللي انا خرمتها دي انزلها بسرعة ولا انزلها ببطء؟ هنزلها بسرعة لانها خلاص اتخرمت. يبقى اعمل اون للديسندنج هاي سبيد واطفي الاسندنج هاي سبيد اللي انا كنت مشغلها الخطوة اللي فاتت، تمام. خلاص انا شغلت الديسندنج هاي سبيد. طيب اول ما اجي عند نص المشغولة المفروض اعمل ايه؟ المفروض يا شباب ان انا اطفي. اول ما اجي عند نص المشغوله المفروض ايه اللي هيحس لي ان انا جيت عند نص المشغوله؟ اللي هو الليمت سويتش رقم 3 هو اللي بيحس بنص المشغوله. طيب الليمت سويتش رقم 3 حس بنص المشغوله، اعمل ايه؟ المفروض ان انا هوقف الديسندنج هاي سبيد واشغل الديسندنج لو سبيد، لان انا دلوقتي هخرم النص التاني من المشغوله، فالمفروض ان انا انزل بسرعه بطيئه عشان ايه؟ عشان ما اكسرش البنطه بتاعتي، تمام. انا دلوقتي شغلت الديسندنج لو سبيد، تمام، وفصلت الديسندنج هاي سبيد. طيب اخليني اخرم المشغوله لحد ما تنتهي المشغوله، يعني خلاص انا خرمت نصها في الاول وخرمت نصها الثاني وخلاص المشغوله كلها اتخرمت. المفروض ايه اللي هيحس بقى ان المشغوله خلاص اتثقبت؟ اللي هو الاس 4. اول ما البروكسيميتي سنسور اللي هو الاس 4 ده يحس، يبقى خلاص كده انا خلصت ثقب لي المشغوله. فالمفروض ان انا هطفي الديسندنج لو سبيد، هعطل الديسندنج لو سبيد وهشغل الاسندنج هاي سبيد، يعني هشغل الموتور في الاتجاه العكس عشان يشد السلايدر يطلعه لفوق، يعني يشد البنطه يطلعها لفوق بسرعه عاليه، تمام، عشان توصل للليمت سويتش رقم 1. طيب دلوقتي الشنيور طالع بسرعه عاليه لفوق، تمام، هيخليه يطلع لفوق لحد ما يوصل للحاله الانيشيال بتاعتي. طب ايه اللي يعرفني ان هو وصل للحاله الانيشيال؟ مفيش غيره، هو الليمت سويتش رقم 1. اول ما يصد في الليمت سويتش رقم 1 يبقى انا كده وصلت للحاله الانيشيال بتاعتي، تمام.
طيب انا دلوقتي خلاص صديت في الليمت سويتش رقم واحد، عاوز ارجع بقى للحاله الانيشال اللي هي توقف كل حاجه، كل حاجه في الموتور كانت شغاله توقف، اللي هو الاسندنج هاي سبيد يقف، كل حاجه شغاله توقف، يبقى لازم ارجع للخطوه الانيشال تاني. طيب دي احنا قلنا اسمها ديستنيشن يا شباب، يعني انا رايح من الخطوه رقم 6 للخطوه 0، تمام، واروح هنا اكتب ان انا جاي من الخطوه 6، تمام، رايح للخطوه مين؟ رايح للخطوه رقم 0، تمام. طيب يا شباب قلنا في الحتة دي كده، لو انا ضغط ستارت والشنيور واقف في مكانه هكمل الشغل اللي احنا شرحناه. طب لو انا ضغط ستارت والشنيور مش واقف في مكانه اعمل ايه؟ المفروض ان انا هعمل اون للاسندنج هاي سبيد، يعني الشنيور مش واقف في مكانه، يعني كان واقف تحت، فالمفروض ان انا هطلعه لفوق بسرعة عالية. طب يخليه يطلع لفوق بسرعة عالية لحد امتى؟ لحد ما يخبط في الليمت سويتش رقم واحد، يبقى هو كده وصل للحالة الانيشال بتاعته. طيب وصل للحالة الانيشيال بتاعته، تمام، يبقى المفروض ان انا ارجع للانيشيال تاني، ارجع للخطوة اللي هي الانيشيال دي وانتظر ان انا اضغط ستارت. طب ارجع للحالة الانيشيال ازاي؟ عن طريق الديستنيشن دي يا شباب، انا رايح من الخطوة رقم 10 لخطوة 0، وهنا جاي من الخطوة 10 رايح للخطوة 0، تمام. اتمنى تكونوا كده فهمتوا خطوات البرنامج ماشية ازاي، والمرة الجاية هنبتدي بقى ايه، نفتح الشارت بروسيسنج دي ونبرمج كل الحاجات اللي جواها، كل الأوامر اللي جواها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.